قعر جهنم أو محبس الجان، مكان حذر منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال إنه أسوأ بقعة على الأرض ومياهه ممنوع الشرب منها. بئر حفرها الجان لواحد من الملوك عشان يكون مخبأ لكنوزه، لكنه تحول لسجن المتمردين من الجان. يا ترى إيه حكاية بئر برهوت وليه الرسول حذر منه؟ كل ده وأكتر هتعرفوه في الفيديو ده من 5 بالعربي. أطلقوا عليه اسم قعر جهنم أو سجن الجان، كلها مسميات انتشرت على مر العصور في الإشارة لبئر برهوت الموجود في منطقة تربط مدينة شحن والغيضة في محافظة المهرة الحدودية ناحية الشرق بين اليمن وعمان. المسميات دي بتعكس حجم الأساطير والمخاوف اللي لازمت البير ده لحد ما جه فريق عملي عماني كشف سره. ورد ذكر البير ده في حديث منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الشريف قال: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم، وشر ماء على وجه الأرض ماء برهوت، بقية حضر موت كرجل الجراد من الهوام، يصبح يتدفق ويمسي لا بلال بها. الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه اتكلم عن البير ده وقال: أبغض البقاع إلى الله تعالى وادي برهوت في حضر موت، فيه بئر ماؤها أسود يأوي إليه أرواح الكفار. ومن ضمن الروايات المنتشرة عن البير ده إن الجان هم اللي قاموا بحفره، وده لخدمة واحد من ملوك دولة حمير القديمة عشان يقدر يخفي كنوزه فيها. واتقال كمان إن تم حفره عشان يكون سجن محصن للمرضى العصاة من عالم الجان. لكن يا ترى إيه اللي اكتشفه الفريق العماني اللي نزل للبير؟ حسب التصريحات الإعلامية للدكتور محمد ابن هلال الكندي، رئيس بعثة الفريق العماني لدراسة الكهوف ورئيس مركز استشارات علوم الأرض بعمان، أفراد فريقه نزلوا لقاع البير لاستكشافه، لكنهم اكتشفوا حاجة غريبة جدا. الفريق لاحظ أن المياه الجوفية بتطلع من جدران الكهف، وبتكون عدد من الشلالات وفي عدد من الكائنات موجودة فيه زي الضفادع والأفاعي. وقال الكندي في تصريحاته أن بير برهوت المكتشف مختلفة عن البير المقصود عبر التاريخ، لأن في أسماء لمناطق تانية في اليمن ليها نفس اسم بير برهوت، وكمان ما فيش أي دليل على ان البير ده اللي كان الرسول يقصده. واتفق مع الخبير اليمني عدد من الجيولوجيين اليمنيين ومنهم جمال محفوظ بلفيقة، واللي اكد ان البير محل الاكتشاف العماني مش بئر برهوت المذكور بالحديث النبوي، خاصة وان الفحص اكد عذوبة مياهه وصلاحيته للشرب، ورجح ان البير اللي قصده الرسول يكون في مدينة حضرموت شرق مدينة طريم.